مدرب نال ثقة جمهور النادي الأهلي بسهولة الحقيقة من أول موسم ليه، وكمان مستمر في ده، وإن أنت تحافظ بقى واستمراريتك في إن أنت تحافظ على التألق اللي أنت فيه ده، هي دي الأصعب الحقيقة هنا. النهاردة كمان انعقد المؤتمر الصحفي اللي بيتعمل قبل المباراة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان موجود فيه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وكذلك رامي ربيعة كابتن فريق النادي الأهلي. تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلامنا. Ja, ich denke, wir haben morgen ein sehr schwieriges Spiel vor uns. أهم حاجة عندنا إن إحنا مستعدين لماتش بكرة، مركزين جدا، إن إحنا عارفين إن إحنا قدامنا ماتش صعب، فلازم نكون في قمة تركيزنا عشان نحصل على 3 نقاط بكرة إن شاء الله، وإحنا عارفين كويس إن هما برضو جايين، مش جايين نزهة، هما جايين برضو عايزين ياخدوا نقاط المباراة، لكن إحنا كلنا تركيز إن إحنا إن شاء الله ناخد 3 نقاط بكرة. هيبقى عندنا إن شاء الله حلقة 4 يلعبوا بكرة ورا، يعني مش هيبقى في مشكلة إن أنا ألاقي 4، أكيد حلقة 4 في القائمة يلعبوا ورا. في شويه اصابات، وبالذات في كذا اصابه هتطول شويه. منعم الماتش اللي فات حس بحاجه بس كده، فانا خرجته للامان مش اكتر، لكن هنشوفه في التمرين النهارده ان شاء الله يقدر يشارك بكره ولا لا. لكن زي ما قلت لحضرتك، احنا اكيد هلاقي حد في 4 في القائمه يلعبوا وراه، مش هيبقى في مشكله يعني. طبعا رساله جمهور النادي الاهلي هي الحضور، والحضور بكثافه. انا اتكلمت في الموضوع ده في المؤتمر الصحفي بعد الماتش الدوري الاخير، ونشدت الجمهور انها يحضر اكتر من كده. انا ببقى ماشي في الشارع، كل حد من جمهور النادي الاهلي يقعد يقول لي افريقيا افريقيا افريقيا، عشان نكسب افريقيا مواضيع ما بتتمش لوحدها، بتتم لازم بالدعم والمسانده بالتعب وبالعرق. احنا ما نكسبش افريقيا من غير مجهود، ومش لازم ان احنا نصدر احساس بالتعالي ان الامور سهله وان الماتشات سهله. مفيش ماتش سهل، كل الماتشات بقت صعبه. اللعيبه دي بتتعب كتير جدا جدا عشان تفرح الجمهور، سفر كتير، عرق وتعب وتمرين وقله استشفاء مع ضغط الماتشات الكبير. فأقل حاجة محتاجينها إن إحنا ناخد دعم من الجمهور. إحنا بنقوى بالجمهور، اللعيبة كتير جدا بتحس إنها بتاخد قوة من الجمهور، بتبقى أقوى بالجمهور. اللعيب اللي ممكن يكون في الماتش حاسس إن هو تعبان أو مش قادر، بيسمع هتافات الجمهور، بيدوس على نفسه، بيجي على نفسه عشان الجمهور. فحضور الجمهور عشان الكورة مهم، وعشان إحنا بالذات مهم. إحنا فريق كبير جدا وعنده جمهور عريض، فأعتقد إن أكيد لازم يكون عندنا حضور قوي يساعدنا، ودي نقطة قوة في النادي الأهلي. ليه نخسرها؟ إحنا محتاجينها، محتاجين الجمهور يبقى دايما حاضر في كل الماتشات بنفس القوة، لتوجيه رسالة للكل، سواء لعيبة سواء حتى بره وجوه، إن إحنا كل ماتشاتنا مهمة، كل ماتشات محتاجة دعم، مش ماتش وماتش. اللعيبة عارفة أي لعيب مش هيبقى مركز أو مش شايف عنده تركيز بكرة مش هيكون موجود. انا مش محتاج غير اللعيب الجاهز، اللعيب المركز، اللعيب اللي عارف ان هو بيلعب في نادي كبير لازم يكسب كل ماتش. لكن انا دماغي تبقى موجوده في ماتش كمان لسه 10 ايام ولا اسبوعين، لسه 8 مارس ده بعيد جدا. فاحنا دايما فلسفتي الماتش الجاي هو اهم ماتش، فاي لعيب هحس ان هو مش مركز معايا بكره في ماتش بكره المهم جدا مش هيكون موجود. فهتكلم طبعا مع اللعيبه تاني واحاول ان انا اهلهم لده، ان احنا دايما فلسفتنا الماتش الجاي اهم ماتش، مش الماتش اللي كمان اسبوعين. تركيزنا كله في ماتش بكره، ده اهم ماتش بالنسبه لي، وده كل تركيزي فيه دلوقتي. طبعا مباراه بكره مباراه صعبه مش سهله زي ما الكوتش قال، محتاجين فيها التركيز. مفيش مباراه تحصيل حاصل، مفيش مباراه عندنا بنلعبها كده وخلاص. المباراه اللي انت بتلعبها بتبقى محسوبه عليك. احنا النادي الاهلي متعودين حتى لو ماتش ودي محسوب عليك، الناس بتتكلم فيه، الناس بتقيم اللعيبه فيه. لو في ماتش ودي ماتش رسمي، فبالنسبه لنا ماتش بكره ماتش مهم جدا، هيحدد مركز اول او ثاني بالنسبه لك. فانت محتاج ان انت تبقى مبين شخصيه النادي الاهلي في الملعب بكره ان شاء الله. بنتكلم مع بعض قبل كل مباراه، يعني كان كلامنا قبل مباراه غانا مدياما هناك ان احنا محتاجين الـ3 نقط قوي قوي، كان هيفرقوا معانا. اتكلمنا مع اللعيبه واجتمعنا مع بعض، في مش انا بس اللي بجتمع، في لعيبه كبيره برده معانا في الفرقه، بنتكلم مع بعض، بنفهم قد ايه المسؤوليه اللي بتبقى موجوده على اللعيبه في الماتش ده. فاحنا الماتش ده عارفين قيمته، وعارفين قيمته زي ما انت قلت كده دلوقتي، ان انت محتاج تقابل، لو انت خدت تاني هتحتاج تلعب اول في المجموعه ايا كانت المجموعه اللي انت هتلعبها. فبتبعد عن المشاكل، بتبعد عن اي حاجه، بس اللي عايز ياخد البطوله ما بيفرقلوش يلعب اول يلعب تاني. انت الفتره اللي فاتت كنت بتاخد تاني وبتاخد البطوله، يعني انت لو حسبتها البطولات اللي فاتت انت دايما تطلع تاني وبتاخد البطوله في الاخر. ففي الكوره ما فيهاش حسابات، انت تطلع اول تطلع تاني، هتلاعب مين مش هتلاعب مين، المهم ان انت تبقى مركز في الماتش زي ما المدرب قال، كل ماتش بماتش. فده بيفرق معاك قوي كلاعب، واللعيبه بتتكلم مع بعض بشكل كويس. حتى في الماتش بتاع الدوري الاخير انت كنت نازل مركز ان انت تجيب جون في اول دقيقه عشان تسهل الماتش عليك. دايما بيبقى في حاله من الاتزان في كلام المدير الفني للنادي الاهلي او حتى رامي ربيعه كمان او اي لاعب بيتواجد في المؤتمر الصحفي، بيبقى في حاله من الاتزان، ودايما بيبقى في حاله من الهدوء، وبيدي المباراه حقها قبل الماتش في المؤتمر الصحفي.